هذا يسأل عن اللي يركب المكيف ويشبكها على التيار العام حتى لا يكون عليه صرفية، هذا لا يجوز، لأن هذا الكهرب ملك لشركة تستثمر فيه، ملك لشركة تستثمر فيه، لا يجوز لك أنك تستغل هذا الكهرب مجاني، تبيعه على الناس بيع صرفية، وله للدولة، الغالب أنه لشركات، وحتى له للدولة ما يجوز لك، لأن ولي الأمر ما رخص لك بهذا، لكن الغالب أن هذه شركات، شركات من الناس يطلبون الرزق والاستثمار، فلا تأخذ ملكهم بغير ثمن.